تعرضت للتحرش من منتج معروف، طلع أبو محمد مو تحرش، شو؟ موقف صار انه هو حكى كلمة نابية وجه لي اياها، وانا كنت ببداياتي، بداياتي فعلا بداياتي، يعني ثاني مسلسل انا مساوي، فطلب مني اني امشي بطريقة، فحكى المصطلح، فانا هون وقفت، قلت نعم، قام قال لي انه بدي اياكي تمشي مثل شيء هيك مصطلح مثل بنت الشارع مثلا، ايه بس بالطريقه الشوارعيه، الشوارعية. فهو عم يحكي عادي، انا بالنسبه لي مو عادي. قلت له عفوا استاذ، ليش ما جبت امك او اختك يعني بالدور؟ فهو انصدم لما سمع انه ممثله جديده عم تحكي معه بهالطريقه، انا ممثله جديده واخذ دور بطوله يعني، فانه عم تحكي بهالطريقه، فهو بلش يسب، فانا رديت المسبات وهجم، فهجمت، هجم عليك؟ ايه قلت له نحن قبل ما نكون ممثلات نحن بنات عالم وناس، أكيد انا دراستي اهم من دراستك، انا كنت عم بدرس طب اسنان بامريكا، فانا يعني عفوا، قلت له اذا بنحكي عن الدراسه بس، اذا بنحكي عن العشيره والحموله بنت مين انا؟ يعني ما قدرت اسكت. ضربتي كف وكسرتي له اصبعه؟ لا 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 لا، ما ضربتي، اي اوفر، لا ما في منه هذا الحديث، وقفوا بيناتنا طبعا الشباب الطيب الله يرضى عليهم. طب وقتها هجم ليش؟ شو صار؟ هجم، هجم خلص، هو شاف قدامه ابو محمد، هو الحقيقه ما بيعرفوا انه انا ابو محمد، انا من زمان ابو محمد بس ما كانوا بيعرفوا، يعني لسه انه شايفين بنت هيك جديده وقاعده، حاضر استاذ، عمرك استاذ، اوكي استاذ، يعني عرفتي شلون، ساعتي جديده يعني مثل هدول الجداد البنات. من وقتها بلش يخافوا منك وما مو يخافوا مني، بس فعليا انا تفاجات انه انا نزلت كفر مجلات، عده مجلات، كان وقتها لا في سوشيال ميديا ولا شيء على هذا الموضوع، انا كل ما هنالك اني انا كنت عم دافع عن نفسي كصفاء. كم مره اضطريتي تنحط بهيك موقف؟ مرتين. اي متى ثاني مره؟ مرة تانية كان في كمان هيك حدا مخرج يجي وشوشني، اللي بيقدني انه المشهد كتير صعب، احفظي كذا مدري شو، يقول له حاضر استاذ، انا عرفتي انه انا كمان ممثل جديد، فيروح لعند الفنيين الصوت والإضاءة الله يرحمه حتى المصور هذا، يعني قال لي انا نادالي، قال لي تعي تعي تعي، انا جديدة، انا قلت له ايه استاذ، قام قال لي انتي بنت عالم وناس ومرباية واخلاقك عالية، قلت له ايه الحمد لله، عم قال لي لا مو شان تقولي لي الحمد لله، وقت بيجي بوشوشك شو بيقول لك؟ قلت له بيقول لي هيك هيك، حكيت له شو بيقول لي؟ دائما بيوشوشني، انا بستغرب يعني انا اكون عم ماسك النص والله عم بحفظ، عرفتي كيف؟ فهو بيجي فجأة بيوشوشني، بيطلع قايل انه انا اوف انا وياه ويا لطيف شو عاملين، فانا بكيت، قال لي ما تبكي، هو واحد من الناس اللي قووني، قال لي لما بيجي بوشوشك مرة ثانية احكي اللي حكى بالصوت العالي، هو اللي علمني، فأنا عملت له هيك، قلت له يعني خفت أول شيء، قال لي روحي مثل ما حاكيكي، وفعلا إجا المشهد مثل العادة، إجا موشوشني، قلت له أستاذ كل مرة بدك توشوشني نفس الجملة، يعني كل مرة بدك تقول لي إنه أنا لازم أحفظه، لازم، وهي فلانة وحشة، وهي فلانة بتخوف، وهي فلانة كذا، عم طلع فيني هيك، عم سبني ملعون ابو مدري مين كذا مدري شو، قلت له نعم والله ممثله جديده، وتركت التصوير ومشيت والمشهد كله لي. هل بتحسي انه شكلك كان يوحي لهم انه انت ممكن تكوني امراه سهله؟ ممكن انت على فكره هلا خلتيني انتبه لهذا الموضوع، انه هذا الشيء اللي بيخليهم يعني يتجرؤوا انه هن يعملوا هيك شيء، ايه بس مؤخرا يعني شو بدي اقول لك، هذا الحديث بداياتي، يعني انت بتقولي عن سنه هلا سنتين، هلا صاروا يعرفوك كثير بعد سنتين انتهى الموضوع، ما عاد حدا زعجني نهائيا.